فده بعض أذكار الناس. أيها الإله العظيم المهذب الذي في يدك مقاليد الأمور وجعلت لكل شيء وقت، من عندك تنحدر كل عطية صالحة موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا علمك وارشدك وريك طريق عيني عليك فانعم. نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة لتغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا فائقا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء تنال ما تريد، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك عندما تريد تسهيل كل أمر صعب وتسخير الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين منك أن تقوي إيماننا فيك وساعدنا على القيام بواجباتنا نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وإلى دار دارين آمين.